السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين لاباس عليكم؟ بخير مزيان، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وبصحة جيدة يا رب العالمين. اللي باقي ما دارش لايك دير لايك، واللي باقي ما شارك كتشترك في القناة. هاد الفيديو خفيف ظريف، جبت لكم ثلاثة ديال الانواع ديال الجيل انتيم اللي عليهم اقبال حاليا في المحل، ابتداء من 40 درهم حتى ل 80 درهم. صافي، اللي باقي ما دارش لايك دير لايك، اللي باقي ما شارك كتشترك في القناة. هاد الجيل انتيم ماشي ديما تيكونوا عندنا في المحل حاليا. البنات اللي لبسوا لي موصيني على لي بروم ديال فيكتوريا سيكريت، الكريمات ديال فيكتوريا سيكريت لوريجينال، الجيل انتيم، الغسولات عفوا الغسولات، كريمات ديال لوكور، هادو كلهم ان شاء الله غير اي حاجه دخلت غنولي نلونسيها لكم في القناه هكايا. واي وحده شافت الفيديو تشوف التاريخ ديال الفيديو، حيت كاينين فيديوهات قدامين عندهم دابا 3 سنين 4 سنين وكيدخلوا عندي ملكه البنات الخاص يكون هي ملكه. واش هادي باقا كاينه؟ واش هادي باقا كاينه؟ شوفوا اي كوموند غادي تدفعيه، اي فيديو شتي شوفي التاريخ ديال الفيديو لتحت، شوفي واش جديد ولا قديم، واش داز عام عامين 3 سنين 4 سنين. راني قديمه معكم في القناه. صافي يلا نبداو على بركه الله. مرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا، جداد مرحبا، وميس الف مرحبا، وحتى الناس اللي ديجا كانوا في القناه حتى هما كنقول لكم مرحبا بكم. وغادي نرجعوا لفيديو قدامين، والقناه ما غاديش تولي الفيديو العفو المحل. شوفوا حيت كنزرب وما كاينش الوقت كنزر معكم في الهضره، المحل ما غيبقاش اختصاص ديالو العطور فقط. العطور ما شاء الله لقي عليهم واحد الاقبال غزال، ولكن كاينين بعض البنات اللي كيدفعوا كوموند كيقول لك بغينا حتى لي جيل انتيم، كريمات لي زيكرو، داكشي كامل غادي نوليو نجيبوه الاوريجينال بطبيعه الحال ماشي الكوبي. غادي نرجعوا للفرق بين الاصلي والتقليد، كلشي ان شاء الله غادي نشاركوا معكم. اللي باقي ما اشتركش اشترك في القناه باش يجي وصلكم جديد، ونبداو على بركه الله. الواحد اللي هو هذا صنع ديال ايطاليا، عليه اقبال الحمد لله في المحل، وحتى الناس اللي كيشكروه اللي يعني كياخذوه كيشكروه، الروتور ديالو زوين بزاف، الثمن ديالو 80 درهم. اللي بغاتو راه متوفر حاليا في المحل، وهذا تقدري ديريه ديما. بالنسبه للميل فراه فيه 200 ميل كيف ما كتشوفوا، اللي بغا حاليا راه متوفر في المحل وما فيهش كونتيتي كثيره، فيه كونتيتي قليله. عندنا هنايا صنوناص حتى هو جيل انتيم ديال بنات الشعب، جيل انتيم اللي فيه كونتيتي تبارك الله كثيره، وبثمن اللي هو زوين فيه 500 ميل، وبثمن اللي هو زوين بزاف. وفي نفس الوقت الاغلبيه ديال البنات تقريبا اللي كيجيو عندي المحل كياخذوه، زوين ما كيديرش حساسيه، ما كيديرش الحكه، وكيمشي لتقريبا لجميع انواع البشره. اللي بغاتو راه متوفر حاليا في المحل، فيه 500 ميل بالثمن ديالو 50 درهم. وصنوناص راه معروف من قديم الزمان، لا في الكريمات ديالو، لا في الغسولات ديالو، لا في جيل لي جيل انتي، لا في جيل لي جيل دوش، ماركه اللي هي زوينه ومعروفه من بكري ماشي عاد. خير واحد اللي واقل ثمن اللي هو فينسي، فيه تا هو 500 ميل، فينسي شركه فينسي راه ديجا معروفه، الثمن ديالو 40 درهم. هذا في الاول كان غير ب 30 درهم، اللي عاد يلا مؤخرا طلع ولا ب 40 درهم، حيت لقى واحد الاقبال اللي زوين بزاف حاليا، راه متوفر حتى هو في المحل، والثمن ديالو كيف ما قلت لكم 40 درهم. وهذا يمشي حتى هو تغسلوا به ديما، ماشي غير مره ولا جوج مرات في السيمانه. وهكا كيكون تسالى الفيديو، كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وترقبوا ديما الجديد ماشي غير في لي جيل انتيم، حتى ملي غادي يدخلوا عاوتاني ديودورو ديال الجسم ديال ان شاء الله. بالنسبه للبنات اللي موصلين على كريمات ولي ديودورو او سبراي ديال فيكتوريا سيكريت لوريجينال، غادي نشارككم معكم ان شاء الله ملي غادي نجيبهم بطبيعه الحال. البخورات كذلك كيف ما كيبان لكم هنا، راه كانت تشكيله كبيره ديال البخورات، الوقت ما كيقدنيش، راه الحمد لله غنولي نلونسي معكم يوميا يوميا فيديو. اللي باقي ما شارك يشترك في القناه، اللي باقي ما دارش لايك دير لايك باش ديما يوصلكم جديد. وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.